حنروح لفقرة نتعرف فيها على صبية اختارت على المستوى العلمي الصيدلة لتكون هي شغفها بالحياة كمهنة كتدريس كشهادة علمية، ولكن وقت نقول إبداع وشغف أكيد في ميول آخر تحرك عند هي الصبية وراحت لكتابة الدراما الإذاعية الطبية. يمكن لو هيك شوي المصطلح غريب وقت نقول دراما إذاعية طبية، كيف اليوم قدراني تنسق بين هدول الشقين بالعمل؟ كيف اليوم قدراني تمارس عمل الصيدلة والكتابة الإذاعية الطبية؟ حنتعرف عليها أكثر، شو هي أهم مراحل العمل بحياتها وأهم الصعوبات، واليوم هل هي قادرة أن تنجز هي الأعمال بكل سهولة؟ وضيفتنا لليوم هي الكاتبة والصيدلانية آية الشلي. سعد صباحك. سعد صباحك. أهلا وسهلا يا آية زميلتنا، خلينا نقول شوي سعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. يعني حضرتك دارسة بكلية الصيدلة وعم تشتغلي بمجال الدراما الإذاعية، تحكي لنا كيف ساعدتك دراستك بهذا المجال؟ هلا الدراما شيء والصيدلة شيء ثاني. الصيدلة هي شغف بالحياة أو فينا نقول مستقبل نحن عم نطمح وراه، والدراما أو الكتابة هي عبارة عن موهبة رب العالمين بحط لك إياها من أنت وصغيرة. بلشت الكتابة معي من وقت ما كنت صغيرة، أنا بكتب خواطر لطيفة، بعدين مشت معي الأمور وكتبت رواية بال 2019 أخذت منها فيها موافقات ولكن ما نشرت بالسوق لحد الآن. بعدين دخلت على مجال الدراما مع الأستاذ باسل يوسف، كان المقترح الأول هي الدراما الطبية. نحن نوصل المعلومة الطبية بطريقة ألطف لل يعني أقرب للمجتمع، بطريقة كأنك أنت عم تحاكي العيلة، عم تحاكي الأسرة، مو بطريقة أنه أنا دكتور وعم بنصح. أحياناً الدكتور كلامه غير مسموع ببعض الأوقات، طريقة السرد ممكن تكون غير قريبة غير محببة تماما. فنحن حاولنا نعمل هيك مثل عائلة صغيرة سنة الماضية برمضان، كانت الفرصة برمضان عملنا عائلة صغيرة أسرة بتعيش كامل حياتها اليومية، إضافة لتمريق بعض المعلومات مثل مثلا صداع، فنجان القهوة شو بيعمل، كيف نحن لازم نتبع نظام غذائي برمضان، قصص كثيره يعني حاولنا نمرقها بهذا يعني كانت كتابات بالضبط خفيفه، كانت تقريبا 30 حلقه برمضان. بعدين انتقلنا من الدراما الطبيه للدراما الواقعيه اجتماعيه. يعني تمام، يعني حضرتك كتبتي بمجال الطب ضمن السياق الطبي مع طلعت يعني بالضبط. تماما تمام. كيف اجتك الفكره بتوجهك بكتابه الدراما؟ هلا الفكره بصراحه اجت من قعدتي بالصيدليه. وقت بيجي انت لعندك المريض وبتقعدي بتشرحي له، او بيجي لعندك المريض بيقول لك ابن خالتي او ابن عمي او اخي عم يقول لي اخذ هذا الدواء، فنصيحتك له كصيدلانيه او كطبيبه ما رح تنسمع بشكل صحيح، ما رح يستوعبها صحيح او ما رح ياخذ فيها. فانت وقت طلعت معي الفكره انه انا ليش ما اعملها، بتضل الدراما قريبه للعالم اكثر من النصائح الطبيه الخارجيه. ايمت بلشتي بكتابه اول نص درامي؟ اول نص درامي بال 2023 رمضان الماضي. عن شو كان؟ الدراما الطبيه طبي. يوميات ابو سعد. وان شاء الله هلا على رمضان الجاي في شيء جديد. بتحكي لنا عن شو عم تحضري، شو الاعمال القادمه؟ هلا الاعمال القادمه كونه رمضان كمان ايضا على الباب، بدنا نحاول نقرب الفكره الدراما الطبيه اكثر للناس. يعني نحن قربناها من الناحيه الاذاعيه، ليش ما بنقربها من الناحيه التلفزيونيه ايضا؟ فبدنا نحاول هيك نعمل شيء لطيف. عملنا فواصل طبيه كمان سكتشات بسيطه، حنعمل شيء بيشبه يوميات أبو سعد الإذاعية ولكن بطريقة تلفزيونية. رح نرجع نكفي حوارنا آية لكن بعد هالفاصل. مشاهدينا رح نروح لفاصل ونرجع. الحب يبدأ من دمشق، فأهلنا عشقوا الجمال وذوبوا وذابوا. كله يبدأ من دمشق فيضه، وبعثرها تتطيب الأطياب. والحب يبدأ من دمشق.
محلى حياة جبالنا بالحب. رجعنا لعندك آية، بدي أرجع أصبح عليك يعني جديد. اليوم وقت عم نحكي عن الكاتب الدراما الإذاعي، اليوم في هيك خلينا نقول بجانب الموهبة في أساسيات وصفات لازم يتمتع فيها، شو أهم شيء أنت حاولتي تركزي عليه خلال مسيرتك الأدبية؟ هلا المسيره الادبيه هيك بعد بكير لسه عليها، ولكن اهم شيء لازم ركز عليه هو قربك للناس. يعني انت لازم تحكي الكلمه القريبه للشخص يلي ممكن يكون يستسيغها اكثر من اي شخص منك انت. يعني انت ما تحكيش للاشخاص على انك عم تحاكيهم كطبيب او كصيدلاني، رفقه، احنا اثنين رفقه قاعدين عم ننصح بعض. هي اهم شغله لازم انتبه لها. غير هيك انه المواضيع، يعني الموضوع الاقرب للناس، الموضوع يلي بيحب الناس تسمعه، المعلومه يلي ممكن تلامسك من جوا. وقد ايه اليوم مهم عدم التكرار، انه الكاتب ما يكرر نفسه، ما يكرر افكاره، وحتى احيانا بتحتاجي لتغيير اسلوبك ببعض المطارح. يعني صحيح. اليوم اي حي مشاهد بس تعود على نفس الاسلوب، على نفس النصيحه، على نفس الكاريزما للكاتب، اليوم بيقلب، مزبوط، بيروح لاتجاه آخر. لهيك الكاتب بتحسي له نفس بالكتابة، تماما له روح بالكتابة بطريقة معينة. يعني انت بتقرأي نص بتقولي هذا النص للكاتب الفلاني، او هاي المقطع للكاتب الفلاني، فكل شخص له روح، له نفس صحيح بالكتابة. كثير صح هاي المعلومة. صحيح. على فكرة حين عم تسمعي شيء بدون ما تعرفي من الكاتب، ممكن لحالك تعرفي انه من الاسلوب، من الطريقة، انه هذا اسلوب الكاتب الفلاني. صحيح. تماما، حتى لو كانت الفكره نفسها بتختلف بين شخص واخر بطريقه المعالجه وطريقه اسلوب اخر، انا ممكن اوصل لك اياها بطريقه معينه، شخص ثاني ممكن يوصلها بطريقه افضل. يعني كل واحد له اسلوبه بالحياه وطريقته، حتى لغه الكتابه مثل لغه الحب بالنهايه. يعني كل واحد بيعبر بطريقه. تماما. آية، يعني اليوم أنت قدرتي تدرسي وتكتبي، المجالين فينا نقول صعبين، يمكن الصيدلة كدراسة دائما الشائع أن هي صعبة، كيف قدرتي توفقي بين الطرفين؟ هلأ الصيدلة هي عبارة عن وصية من الأهل، لازم أنت هذا دربك، هذا مستقبلك، لازم توصلي له، ومهنة ما أنا سهلة، لأنه أنت على تماس مباشر دائما. يعني أنت درستي الصيدلة لأنه أهلك بيحبوا هذا الشيء؟ بالضبط، وأنا بحب الإعلام والكتابة والأجواء الأدبية يعني، ولكن حققت الوصية اللي وصوني إياها أنه لا، أنت لازم تكوني صيدلانية. وبنفس الوقت أنا ما قطعت الكتابة، ما قطعت الكتب، ما قطعت الروايات أبدا خلال مسيرتي يعني الدراسية. والصيدلة هي مجال مو سهل، تمام، صحيح، بعكس يعني المفهوم، بالضبط، يعني مظلومة بحس أحيانا ببعض الأوقات. إيه ببعض الأوقات الحمد لله. طيب لانا خلينا نركز شوي على العمل الإذاعي وأجواء العمل الإذاعي، ونحن بنعرف من خلال عملنا ومن خلال تجاربنا بالإذاعة قديش هو عمل أجواء ممتعة. يعني اليوم أنت عم تتفاعلي مع فنانين، مع مخرج، مع كادر إذاعي كامل، خلينا نحكي عن هاي الرحلة وقت اللي بتخلصي بتكتبي يعني وبتروحي على الإذاعة كرمال يقدموا هاي الدراما الإذاعية، أو شو كيف علاقة مع الكادر؟ نوجه لهم تحية أكيد، يعني نوجه التحية للجميع، يعني الدعم كله من عندهم. قد ايه بتعطيكي هاي التجربة، يمكن بتفتح قدامك هيك أفكار جديدة أيضا؟ كل شخص بيحكي لك فكرة، صح، كل شخص بيحكي لك فكرة بطريقة تانية. يعني مثلا ممكن نحن قاعدين هيك مجتمعين عم ناخذ عم نحكي إنه استشارة طبية بعيدا عن كان، ليش ما بنكتبها لهي الفكرة؟ بس ممكن تكون فكرة كتير صعبة، بس بطريقة معينة، بأسلوب معين، بنصائح مثلا الأستاذ باسل، هون غلط، هون صح، عدلوا، شيلوا، حطوا، بتزبط معك وتصير نص كتير لطيف. رغم أنه الفكرة جديدة، ولكن لقيت صدى كتير حلو. تحضري كل التسجيل؟ والله مو دائما، حسب كمان عملي بالصيدلية، بتعرفي أنت يعني في شيء بده يعني يروح من طريقي. تمام. آية، يعني بالنسبة لعملك بالدراما حكينا كثير، بدنا نحكي شوي عن عملك بمجال الصيدلة، هل في جديد عندك أو ممكن أنك توقفي هذا العمل وتنسجمي تبقي بالدراما الإذاعية؟ هلا وقف مستحيل، ما بتزبط معي أبدا، لا لأنه أنا إذا ما شفت مرضاي كل يوم ما بستهني.
ما ما بقدر. يعني انت عم تستمتعي وتجمعي بين العملين وهن بيعطيني الوحي، يعني ان المريض انت بتاخذي الوحي، بتاخذي الفكره، بتاخذي الاسلوب، بتشوفي، بتعطيه انت للمريض حتى دفع، بتعطيه رفع معنويات. وقت المريض بيشوف قصته عم تنحكى بطريقه لطيفه او بطريقه جميله على الاذاعه او على التلفزيون ينبسط. يعني لو بكون مثلا مرض بسيط بس هو بينبسط انه الدكتوره متذكرتني، ما ينسيان، ما انا نسيانتني، بعدني بباله. فموضوع الصيدليه انا ما فيني ابدا همشه من حياتي، وبالعكس هو اساس. يعني انا لولا ممكن ما كنت مشيت بدرب جديد اللي هو الدراما الطبيه. طيب آية، اليوم كونه نحن رحنا لتجربه اخرى بعيدا عن الشق العلمي اللي هو الصيدلي، فتنا بمجال يعني بعيدين تماما عن بعضهم. يعني اليوم ما بتفكري انه اليوم انت تجربي اذاعيا، انت اللي كنت كوني بدور الصوت، تسجيل الصوتي، كان عندك تجربة أو لا؟ هلأ أنا عملت فواصل طبية تلفزيونية بصراحة، كانت تجربة يعني متخوفة منها. كيف لقيتيها؟ كتير جميلة. هي حس يعني أول هي مرة؟ هي إيه، دائما كل شيء ببدايته بيخوف، بس مو بس بعدين وقت تمشي الأمور، خصوصا أنت عم تقدمي شيء بتحبيه، عم تقدمي شيء هو فيك، عم تقدمي معلومة من عندك، عم تقدمي معلومة صحيحة وبأسلوب صحيح، تمام. فهي مزبوط تجربة جديدة ولكن كانت حلوة. يعني ممكن نعيدها، ما بتعرف الأيام شو كاتبة إن شاء الله. نحن بنتمنى لك كل التوفيق بمسيرتك إن كان الأدبية أو العلمية. شكرا لك آية لحضورك اليوم، وهيك بانتظار أعمالك، ورمضان هيك على الأبواب إن شاء الله بنشوف لك أعمال درامية إذاعية طبية تكون جدا جيدة. شكرا آية لحضورك. شكرا لك آية، وأكيد بنتمنى لك المزيد من التفوق والنجاح الدائم بعملك بالعملين. شكرا لك. شكرا لك.